شوف وشك بخير يا زهريا. على فين؟ على مصر. ترد على مصر وإيدك فاضية؟ وحس عمك غريب في الدنيا؟ أنا واقف أخد ودي معاك في الكلام قيمة ما المركبين اللي ليا في البحر ييجوا وتاخد اللي فيهم كتير قليل حلال عليك. بجد يا ريس أنا مش عارف أقول لك إيه. يا ابني إحنا بنرد من خير أبوك. أبوك خيره عليا وعلى الصيادين كلهم. لما كنا نيجي نرد جزء من جمايله علينا كان يقول لي يا غريب اعمل الخير وارميه البحر. احنا يا ابني بنطلع من خير ابوك اللي في البحر. انا طول عمري اسمع عن الجدعنه بس دي اول مره اشوفها في حد. احنا يا ابني بنرد من خير ابوك علينا، ويا بخت اللي الدنيا تديله فرصه يرد اللي عليه قبل ما يرحل. بس شداد خايف عليا من شداد؟ يا ابني انا من حالي المبتدأ صياد، والصياد اكتر واحد في الدنيا عارف ان الرزق على الرزاق. بنرمي الشبك نوبه يطلع فاضي ونوبه يطلع عمران، وهو هو نفس البحر ونفس الشبك ونفس الصياد. اهو المركبين دخلوا علينا اهو، ادعي ربنا بقى انهم يبقوا عمرانين ويسدوا حوجتك. امين يا رب. تسلم يا ريس.